نعم. يؤتى بثلاثة يوم القيامة يقول الرب أن يكون تسكن سبيلك حتى. نعم هذا حديث صحيح. فكيف أن يمكن أنهم ما يرون الكفار رب العالمين؟ الرب يكلم، يقول الرب جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقى وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولا بشق ثمرة. ما يلزم من كلام الرؤيا، الرؤيا شيء وكلام شيء. هو يكلم سبحانه وتعالى جميع الخلق، ولكنه لا يراه إلا المؤمنون. ثلاثة يؤتى به يوم القيامة: مجاهد وقارئ ومتصدق. فيقال للقارئ العالم: فيماذا تعلمت العلم وقرأت القرآن؟ قال: قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم. فيقول الله: لو كذبت. وتقول: ما لك كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ. ما تعلم لله ولا قرأ لله. فيؤمر به فيسحب إلى النار على وجهه نسأل الله. ويؤتى بالمجاهد فيقال له: فيما جاهدت؟ قال: جاهدت في سبيلك، أمرت بالجهاد وجاهدت في سبيلك. قال: كذبت. تقول لهم: لا كذبت، ولكنك جاهدت يقال هو جريء، يعني هو شجاع. فيؤمر به فيسحب الى النار على وجهه، نسأل الله العافية والعافية. ويؤتى بالمتصدق الذي يصدق بالمال فيقال: فيما صدقت؟ قال: أمرت بالصدقة في سبيلك، فما تركت من سبيلك تحب أن ينفق فيه لا أنفقت فيه. قال: كذبت. وتقول: ما كذبت، ولكنك صدقت ليقال هو جواد، يعني يقال هو سخي، ما هو لله، بل لامرأة الناس حتى يمدحوه ويثنوا عليه، فيمر به النار، نسأل الله العافية. ذكر صاحبك هذا معناه الحذر من الرياء والعمل لغير الله. أنت تقرأ قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعون. قال: ويل لهم. الويل معناها إشارة إلى شدة العذاب، نعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.